أسعد الله صباحكم أو مساءكم إخواني في قناة دكان عطارة. موضوعنا اليوم هو موضوع حساس جدا ويخص ويهم الجميع من أفراد المجتمع. سنتحدث اليوم عن الأطعمة التي ترفع من مستوى الخصوبة. كشفت دراسة أجنبية أن الرجل مسؤول عن عدم الإنجاب بنسبة قد تصل إلى 40% بحسب الأطباء. وأكد العلماء أنه إضافة إلى تأثر حيوانات الرجل المنوية بالعامل الوراثي، تملك البيئة أيضا تأثيرا مباشرا يقلص الخصوبة. ومع تطور العلم بيّنت الدراسات أهمية دور الأطعمة في تقوية الحيوانات المنوية، بل وفعاليتها في مساعدة الرجل على الإنجاب. من الأطعمة التي ترفع من مستوى الخصوبة نذكر منها الهليون، حيث يعمل الهليون على زيادة الحيوانات المنوية وذلك بسبب احتوائه على حامض الفوليك. الحمضيات، تعتبر الحمضيات من أبرز وأهم الأطعمة التي تزيد عدد الحيوانات المنوية وذلك لغناها بفيتامين سي. المأكولات البحرية، المحار من أشهر الأطعمة البحرية التي تحتوي على الزنك الذي أثبت فاعليته الرائعة في زيادة النشاط الجنسي. السالمون، السردين، والتونة من الأطعمة التي تحتوي على السيلينيوم الذي يحمي الحيوانات المنوية ويزيد أعدادها. أما عصير الرمان العجيب، فقد كشفت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن تناول كوب من عصير الرمان يوميا لمدة أسبوعين يحدث طفرة في إفراز هرمون التستوستيرون، ما يزيد الرغبة لدى الذكر والأنثى معا. كما أن الفول السوداني والبيض والدجاج من الأطعمة التي تعزز هرمون التستوستيرون أيضا. أما بالنسبة للموز، فإنه يحتوي على فيتامين بي 6 بنسبة عالية، مما يؤدي إلى نمو الحيوانات المنوية بكفاءة عالية. وتعتبر الفراولة من أهم المصادر لحمض الفوليك وفيتامين بي، اللذين يرفعان عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل. وأخيرا البطاطا، الشمام، والبندورة، فإنها تحتوي على لايكوبين الذي يعمل على تحسين أشكال الحيوانات المنوية وتجنب تشوهها. إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو وقررت أن يعم الفائدة على الجميع، الرجاء الضغط على سبسكرايب أو اشتراك بهذه القناة أسفل الفيديو، وعمل شير لهذا الفيديو على الفيسبوك والتويتر وجميع السوشيال ميديا. وأخيرا نرجو منك الضغط على كبسة لايك، ومشكورين للمشاهدة.